شيء مهم جدا وكلام مهم جدا لكل الرياضيين. دكتور محمد شوقي بجد بيمتعنا بالكلام معاه، لكن الوقت بيجري معاه بسرعه. دكتور احنا بجد دلوقتي جري، لكن احنا عايزين اهم سؤال عندنا لكل الرياضيين، يقدروا يعملوا ايه في هذا الوقت للمجال الرياضي؟ بمعنى يقدر يتريض ازاي داخل بيته او خارج بيته؟ بتنصح ايه بالظبط؟ تمام. مبدئيا اول حاجه ان هو لازم يحافظ على المستوى الرياضي او مستوى التدريب اللي كان واصل له قبل ما فتره التوقف دي. لو بيتمرن ساعه يتمرن ساعه، يتمرن ساعه، ساعتين ساعتين. طبعا كويس. طبعا طبعا. طيب. يتمرن يوم فتره كبيره في يوم، والفتره الثانيه بس اللي هي بتبقى قبل الماتشات بينزل حمل شويه. كويس. يعمل نفس السيناريو. تمام. ده واحد. يهتم طبعا، يعني اكيد وسائل الاعلام في مصر يعني استفاضوا كتير جدا في التنبيه على نظافه الايد ومسافات التباعد الاجتماعي، وان انت لما هتعطس تحط ايدك في تحط مناخيرك في كمك، يعني في شويه حاجات كده دي خلاص اساسيه مش محتاجين نتكلم فيها كتير. كويس. لا انا عايز بقى يعملوا ايه؟ يقدروا هل يجروا؟ بالظبط. يعملوا ايه داخل البيت؟ بالزبط. عايز تدريبات داخل البيت. بالظبط. التدريبات احنا بنتكلم مثلا، لو احنا بنتكلم في الجري او كده، احنا كنت بتبذل مثلا رياضه مثلا فيها تدريب، مثلا لو هنتكلم في كره القدم او الهاندبول او ايفر رياضه، انت بتتمرن عدد مثلا دقائق معينه، لازم عدد الدقائق المعينه اللي انت كنت بتتمرنها في الاول او كنت بتمارسها في الماتش مثلا لازم تعملها. لازم يومياً. تعملها يوميا. ده واحد. كجري في الشارع ولا على حسب بقى، لو عندك حاجه في البيت طبعا يبقى افضل، تريدميل في البيت يبقى افضل. لو في الشارع هتجري بس تحاول تجري على ارض ما تكونش ناشفه. لو انت مثلا بنتكلم في الارض مثلا، هنقارن ما بين نجيله مثلا واسفلت، لا اجري على النجيله هتبقى اخف شويه على بس. المفاصل والاربطه احسن من الاسفلت. هبتدي لو هجري حتى في البيت هعمل تمرينات على السلم وهنزل احافظ بس اهم حاجه على التباعد الاجتماعي ما بيني وما بين اللي جنب مني. حلو قوي موضوع السلم ده. طبعا. يعني طبعا. على سلم العماره حتى ممكن طبعًا. نشتغل اقدر عليه. اعمل بوزن جسمي. اعمل بوزن جسمي، تمرينات لتقويه العضله الاماميه، تمرينات لتقويه العضله الخلفيه، اقدر استخدم الاساتك او الحاجات المقاومه اللي بالاستيك ان انا اعمل بيها كل التمرينات، تمرينات للكور للجزء بتاع البطن والظهر، ان انا اعمل حاجات كل واحد على حسب رياضته. لازم نكون سبيسيفيك في الرياضه بتاعتي. كويس. اتواصل مع المدرب بتاعي وابتدي ان انا ما افصلش. بالعكس، يعني حتى لو المدرب بتاعي ما بيتواصلش معايا انا هتواصل معاه، انا هعمل ايه؟ لان في الاخر انا المكنه اللي لازم تفضل دايره على طول. طبعا. ولو انا فصلت المكنه، يعني نعتبر ان الفتره دي هي فتره الراحه السلبيه اللي هي ما بين الموسم والموسم الثاني. دول الناس، دول اللعيبه المحترفين، عايزك نصيحه صغيره سريعه جدا للعبتنا الصغيرين هو 10 12 سنه، يعملوا ايه في البيت؟ بيكسروا البيت، كور بتترمي في نجف. يعني انت عارف تقول لهم ايه؟ بتقول لي اولياء الامور ايه برضه عشان الناس تخلي الواد يلعبوا رياضه داخل البند؟ اقدر اقول له ان هو لازم يعمل له تمرين كل يوم في الوقت اللي كان بيتمرن فيه عشان يفرغ الطاقه بتاعته. يعمل تمرين بوزن جسمه بس هو. حتى الاولاد الصغار احنا حتى ما بنحاولش نحط عليهم احمال. أكيد. عاليه في الفتره دي، فهو يعني كده كده هو اللي هيعمله في النادي هيعمله في البيت. لو في مكان متوفر ان انت عندك جنينه في البيت او جنب البيت على طول انت ممكن تعمل فيها وترجع على طول، بس حافظ برضو على التباعد الاجتماعي، وان انت وانت نازل وانت رايح وانت راجع تحاول ان انت تبعد على الناس ما تبقاش قريب ليهم. تعمل تمرينات لمنطقه الكور، لمنطقه البطن، الظهر، تخليه يجري زي ما هو كان بيجري في التمرين العادي بتاعه. تعمل تمرينات لو هو مثلا لعيب كره يد فيبتدي يشتغل على كتفه عشان كتفه ما يحصلوش مشكله ويريح. ممكن يستخدم الاساتيك، ممكن يستخدم الكوره الفيت بول اللي هي الكوره المنفوخه الكبيره، بالتالي يعمل حاجات لظهره، يعمل حاجات لبطنه. كل ده يقدر يعمله داخل المنزل. طبعا طبعا. يقدر يعمل تمرينات توازن على رجل واحده، يقف على رجل واحده وثبات على رجل واحده والرجل الثانيه. يقدر يعمل تمرينات حتى كوجنيتيف فانكشن اللي هي التمرينات العقليه. بمعنى يعني احنا لو قلنا مثلا، قلنا في لعيبه زي ما قلنا في لعيبه اندبندنت ولعيبه اندبندنت. مظبوط. فانت ممكن تحول اللعيب اللي هو مش كرييتيف لانه يبقى كرييتيف في الفتره دي. كويس. تديله مثلا حاجات تساعد ان هو يشغل ذكائه شويه. تديله حاجات ان هو يفكر، يشغل الكريتيكال ثينكينج اللي هو التفكير الابداعي. التفكير اللي هو يحاول انه يتواصل لان هو يغير طريقه حتى لعبه. يعني دي فترة ذهبية طريقة تفكيره. طبعا دي فترة ذهبية جدا للولاد الصغيرة، انت تغير في النشأة بتاعتهم يعني.